خالوه عيلات وقدم بمديلو خسردات ملكوش ما يونو حاسولي خلدة احتيت لوخ ملكوش ما يونو حاسولي خلدة طينان صلاة علي ميتو المران قالوهم قبيل خربونو مترحم علي بصوته المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين يا ابن الآب السماوي من حسن في عينيك أن تكون ابن مريم البتول فأقبل جبرائيل رئيس الملائكة مبشراً حاملاً سلام الآب إلى المبارك بين النساء أعدنا لاستقبالك دائماً في حياتنا بالفرح والابتهاج فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام لبن البشر المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام لبن البشر لنرفع التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أرسل إلى الناصرة جبرائيل مبشرا وإلى الابن الذي حل في مريم فصار هو البشر وإلى الروح القدس الذي قدس البتول وتمم سر العجيب رخم مورفو الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الصيام المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد المجد لك أيها السامية من شئت أن تسكن مع بني البشر أنت القوة التي حلت في البتول الطاهرة فظهرت منها إلها متجسدا لذلك نهتف اليوم قائلي طوبى لك يا مريم لأن ابن الله اختارك له أما طوبى لك لأنك اعتقت آدم أباك طوبى لك لأنك مجد الشعوب وفخر الأجيال والآن نسألك يا كلمة الله على عطر هذا البخور امنحنا برحمتك غفران الذنوب ومواهب الروح هب الرعايا أمانا والأديار سلاما والكهنة وقارا والشمامسة نقاء والشيوخ جلالا وامنح الوالدين كرما والشبان عفة والأطفال تربية قدس الرهبان والراهبات انشر الحق والمحبة في كل الأقطار أرح الموتى في ملكوتك الأبدي
برخ مرابون فنرفع المجد والشكر إليك وإلى بك وروحك القدوس إلى الأبد. أيتها البتول الطاهرة التي عطرت العالم برائحة المسيح الطيبة، أنت الغمامة التي سكبت الندى على المسكونة، ابتهلي معنا إلى وحيدك ليقبل بخورنا ويفيد علينا في ذكرى بشارتك نعمه السماوية، فنشكره وأباه وروحه القدوس إلى الأبد. قديشات أروه قديشات حيلتون قديشات لميوت اترحم علي. قديشات أروه قديشات حيلتون قديشات لميوت قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لميوتو اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. أرسلت جبرائيل يا كلمة الآب حاملا بشرى الإنجيل سر جمع الأحباب. Thank you.
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموتاوس وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئة والسامعين والمشاهدين والمشاركين معنا على الشاشة وهذه المؤسسة والعاملين فيها إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، أذكرك أن تزكي موهبة الله التي فيك بوضع يدي، فإن الله لم يعطنا روح الخوف بل روح القوة والمحبة والاعتدال، فلا تستحي بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل شاركني في أعمالي وفي احتمال المشقات من أجل الإنجيل، متقويا بالله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا وفقا لأعمالنا بل وفقا لقصده هو ونعمته التي وهبت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الدهرية، لكنها أعلنت الآن بظهور مخلصنا المسيح يسوع الذي أبطل الموت فأنار الحياة وعدم الفساد بواسطة الإنجيل، الذي جعلت له أنا له مبشرا ورسولا ومعلما، ولذلك أحتمل هذه المشقات أيضا، لكني لا أستحي لأني عالم بمن آمنت وواثق أنه قدير أن يحفظ لي وديعتي إلى ذلك اليوم، ليكن الكلام الصحيح الذي سمعته مني مثالا لك في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الحال فينا، والتسبيح لله دائما. بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب المصلي. السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كنوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال مرقس البشير: كان يسوع يخاطب الجموع بكلمة الله في أمثال كثيرة كهذه على قدر ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لكنه كان يفسر كل شيء لتلاميذه على انفراد. وفي مساء ذلك اليوم قال يسوع لتلاميذه: لنعبر إلى الضفة الأخرى. فترك التلاميذ والجمعة وأخذوا يسوع معه في السفينة، وكانت سفن أخرى تتبعه. وهبت عاصفة ريح شديدة
فاندفعت الأمواج على السفينة حتى أوشكت السفينة أن تمتلئ. وكان يسوع نائما على الوسادة في مؤخر السفينة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، ألا تبالي؟ فنحن نهلك. فقام وزجر الريح وقال للبحر: أسكت، اهدأ. فسكنت الريح وحدث هدوء عظيم. ثم قال لتلاميذه: لماذا أنتم خائفون هكذا؟ كيف لا تؤمنون؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا حتى يطيعه البحر نفسه والريح؟ حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. أخوتي الأحبة، نحن اليوم بتاني نهار عيد البشارة، سيدة البشارة. أمس احتفلنا بهالعيد الحلو من أجمل الأعياد. بزمن العذراء كان في تعاسة وكان في ضبابية وكان في خوف وكان في عالم مظلم كمان واحتلال روماني، ولكن مثل نهار مبارح الملك خبر أمنا مريم عن رغبة ابن الله أنه حابب يتجسد بأحشائها حتى ينقل ويحمل حب الآب السماوي لكل البشر، لأخوته، وحتى يزيل عن قلوب البشر كل الخوف والقلق ويحررنا جميعا من عبودية الخطية والموت، وخصوصا الموت الروحي. بقلنا يسوع بإنجيل يوحنا: جئت لتكون لكم الحياة وتكون بوفرة. ومن هذيك اللحظة، من لحظة البشارة، من لحظة يلي مريم قبلت فيها تشارك نعمة الله وتستقبل الله بإيمان وبالتزام وبثقة وبحب كبير، دخلت مريم مع كل البشرية حتى تدخل بهالعهد الجديد، عهد الخلاص بيسوع المسيح. وإذا بقي الضباب، وإذا بقي الظلم، وإذا بقي الشر، ولكن في معنى عما نقيل، بملينا رجاء وبملينا فرح وبملينا سلام. هيدا العهد الجديد نحن فيه وما رح يخلص بقى أبدا. لا تخافوا، أنا معكم حتى انقضاء الدهر. ولو شفنا كل الأمور الظاهرية بعدها مثل ما هي، حروب وأمراض وفساد وقايين يقتل خيه هابيل، ولكن هالمرة الفرق بالعالم إنه عمانوئيل، الله الحب، الله الرحمة، ماشي معنا خطوة خطوة، ورح يطبع تاريخنا ويحول آلامنا ويحول موتنا إلى قيامة. ويلي عم نعيشه اليوم من ضبابية ومن خوف من وباء الكورونا، هالعاصفة الكبيرة إذا فينا نقول على سفينة العالم، ببحر هالعالم، هالعاصفة يلي عم بتجرنا كلنا إلى خوف كبير وإلى قلق على المستقبل، هي ذاتها عاشوها التلاميذ من 2000 سنة بقلب البحر. الكنيسة الأولى لما انكتب إنجيل مرقس كان أسهل عليها أنه تفهم شو قالوا التلاميذ وشو اختبروا، ولو بعد 40 و50 سنة، لأنه كمان الكنيسة الأولى كانت مضطهدة وكانت عايشة بقلق وخوف، ولكن فهمت على الرسل كيف استعانوا بالمعلم الإلهي، كيف رجعوا تذكروا أنه بهالسفينة ولو يسوع نايم ولكن هو معهم. نحن اليوم أخوتي منلاحظ بحياتنا، أولاً بيقلنا إنجيل مرقس أنه نحن بحاجة نقعد شوي مع يسوع على جنب. كان يأخذ تلاميذه
بقلنا ويشرح لهم كلمة الله على جنب من بعد ما يخبر بأمثال حتى يفهم على القليل تلاميذه يلي هني النواة، هني نواة ملكوت الله هالكنيسة الأولى، حتى يفهمهم شو حقيقة قلب الآب. مش بس نفهم نحن اليوم شو حقيقة عالمنا الموجوع، ولكن نفهم الله الآب شو بده. وهيدي علامات الأزمنة، إنه هو كل لحظة حاضر معنا حتى يحول كل شيء لخيرنا. كان يأخذهم على جنب ويشرح لهم المعنى الروحي، وهني من بعد القيامة دخلوا بهالسر بقوة الروح القدس، وهني يلي فهموا سر المسيح دخلونا معهم ودخلوا العالم كله بمحبة الله الآب. خلينا أخوتي ولو للحظات اليوم نحن وعم نعيش بهالوجع نروح مع يسوع بهالسفينة وبهالنص أبعد من واقعنا الزمني وحاجاتنا الزمنية الطبيعية. بيقلنا إنجيل مرقس يسوع بياخد المبادرة، يلا يا شباب لنعبر إلى الشاطئ المقابل. يا إنسان ما تضلك محلك، ما بيجوز تبقى محلك، نقول إلى حياة جديدة. أنا بحبك، خلق فيك إنسان جديد بيشبهني أنا يسوع ابن الله الحقيقي. من هيك أول مبادرة ودايما بيعملها يسوع، أنه بيقول لك كل واحد وحدة منا شو ما كانت حالتنا، ما تخاف اطاع على تاني ميل، لازم توصل إلى أرض الآب، إلى قلب الآب. من هيك بيدعينا حتى نعبر، حتى نتوب، حتى نتحول وما نبقى محلنا. وبيطلع معنا يسوع بهالسفينة بقلب الكنيسة، أنا معك ما تخاف، ولو كنت نايم بحترم حريتك، ولكن أنا بقلب سفينتك، أنا بقلب سفينة العالم، أنا بقلب الكنيسة. العواصف طلعت عليهم ونحن هلأ طالعة علينا، والعواصف بتطلع من كل جهة، تجارب، ظروف، أمراض، حروب. أولا العواصف ما إلها دخل بالله أبدا، العواصف تطلع من عنا نحن، هو سيد الطبيعة، ولكن خلق الطبيعة مقدسة وحلوة وجميلة، ونحن للأسف الإنسان أفسد، والإنسان أفسد العلاقة بالطبيعة وبخيو الإنسان. ولكن يسوع بحبنا، ويسوع مستعد دايما يحملنا ويقبل خطايانا ويرجع يضمد ويصلح جروحاتنا ويرمم طبيعتنا المجروحة. من هيك رح نستعين فيه بكل لحظة مثل ما استعينوا الرسل فيه. يا معلم أما تبالي؟ ولكن جواب يسوع هو الأهم، ما بالكم خائفين؟ أإلى الآن لا ثقة بعد عندكم؟ ألا تؤمنون؟ وهون السؤال الكبير، شو يعني أن نؤمن؟ أن نؤمن يعني أن نعرف أن يسوع سائر معنا خطوة خطوة بحياتنا، أنه يسوع مستعد ياخد على عاتقه كل أمراضنا وكل آلامنا. يسوع نحن بشراكة معه، المؤمن هو بشراكة مثل إبراهيم مثل العذراء، بيمشي مع الرب وبيمشي وراء الرب. من هيك المؤمن وحده بيقدر يميز ويكتشف علامات الأزمنة، يعني علامات حضور الله بقلب عالم مظلم، بقلب عالم يتألم. هذا هو المؤمن الذي يثق بحب الله وحضور الروح القدس بحياته. أيقظوه صحيح، ولكن أيقظوه بعتب سلبي، إذا في يقول بعتب إنساني، بقلة إيمان أيقظوه. أيقظوه لأنه ما عم بيداري، ما عم بيهتم فيهم، مش أيقظوه بثقة. من هيك يسوع أراد أنه يثبت إيمانهم، هو بدوره عتبهم حتى يفكروا كيف لازم يلتزموا معه، أنه هو ملتزم معهم ما رح يتركهم. قام يسوع وزجر الريح والبحر، أسكت اخرس. الرب مش بس هو سيد الطبيعة، الرب هو سيد قلوبنا الخيفانة، الرب هو سيد القلق اللي فينا، الرب وحده بيملك على حياتنا وبيعطي معنى. نعم إخوتي، الرب اليوم بده يملي فراغنا وقلقنا ويلبسنا
تياب جديدة، نحن كلنا عريانين، بده يمسح كل دمعة منا. هيدي العاصفة الخارجية هي يلي هزت قديش نحن هشين داخليا، هي يلي برهنت عن خوفنا. من هو هذا؟ شو بيقدر يعمل يسوع؟ بيقدر يعمل كتير فينا ويرد لنا السلام الداخلي. يسوع اخوتي اكثر من موسى الزمني يلي شق البحر وطعماهن حتى بالصحراء المن والسلوى، ولكن موسى ما قدر شال الخوف من قلب اليهود، ما قدر شال العبودية، دايما كانوا يرجعوا يحنوا إلى عبودية مصر، ما قدر وصلهم حتى إلى أرض الميعاد. بينما يسوع المسيح موسى الجديد وحده بيقدر يشيل الخوف منا ويشيل عبودية الأصنام ويوصلنا إلى أرض الميعاد، إلى قلب الآب. نعم اليوم بدنا نسلم يسوع هالعملية التحول بقلوبنا حتى يشفي جراحاتنا. نصلي مع سيدة البشارة، مع العذراء امبارح عيدنا عيدا، يلي بتقلنا دايما اسمعوا وافعلوا ما يأمركم به ابني. مثل ما قالنا مار بولس الرسول بهالرسالة، الله لم يعطينا روح الخوف بل روح القوة والمحبة. نحن دائما نعلم أنه لن يتركنا، نعرف بمن أمننا، ونحن نحتمل معه المشقات والألام والأمراض وكل شيء، واثقين أنه قدير أن يحفظ الوديعة لنا بالروح القدس الحال فينا. نعم يا رب ابقى معنا، ومنقدم لك كل ألامنا وخوفنا. أعطينا السلام، حط بالعالم اليوم زيل العاصفة وحط الهدوء، ووصلنا جميعا إلى قلب الآب الشاطئ المقابل. لك المجد إلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، صار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. أجيء إلى مذبح الله وإلى الله الذي يبهج شبابي، بكثرة نعمتك أدخل بيتك وأسجد في قدس هيكلك، بمخافتك يا رب دبرني وببرك علمني. صلوا من أجلي إكراما للرب، قبل الله قربانك ورحمنا بصلاتك. وقبل مني
روحك نعمتك وحدها تكفيني. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الآباء الأولين، اقبل ما نحمل إليك اليوم من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل علينا وعلى كنيستنا ووطننا والعالم بركاتك الروحية، وبدل عطايانا الزائلة هب لنا الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية والدة الله مريم سيدة البشارة، ومارمارون، والملاك جبرائيل، ومار منصور، والطوبويين المسابكين الثلاثة، وجميع الرسل والشهداء والقديسين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. نذكر كل المرضى، كل المتألمين نفسا وجسدا. نذكر كل يلي عم بيشتغلوا بالمجال الطبي والعلمي حتى يخففوا عن ألام الناس. منذكر يا رب كل يلي عم بيتحضروا إلى الانتقال إلى الشاطئ الآخر حتى تعطيهم الرجاء والسلام الداخلي. واذكر يا رب جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام المسيح معكم أخوتي جميعا وينما كنتوا. أعطينا سلامك، أعطينا سلامك في قلوبنا يا يسوع. أعطينا سلامك، أعطينا سلامك في قلوبنا يا يسوع. مبارك فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين.
لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إن لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفين. قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي والقداسة، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال، وفي اليوم الذي قبل آلامه المحيا أخذ الخبز بيديه المقدستين وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا منه جميعكم، فهذا هو جسدي الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يكسر ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. كذلك على الكأس الممزوجة خمرا وماء بارك وقدس وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منه جميعكم، فهذا هو دمي، دم العهد الجديد الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يهرق ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. ثم أوصى تلاميذه قائلا: اصنعوا هذا لذكري، كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلها. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاصي والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان حسب أعماله، لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضال الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب وأبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب، فاشفق اللهم علينا
وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك ورد هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس وليحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. منقدم أخوتي بهالوقت المقدس مع ذبيحة يسوع الروحية كل العالم العايش بعاصفة بقلق، نذكر خصوصا كل المتألمين والمرضى، نذكر كل المعمدين بموت وقيامة الرب يسوع، وعلى رأس قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس ومار بشارة بطريركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا مع سائر الأساقف والكهنة والشمامس وكل المكرسين. أعطنا يا رب جميعا أن نطلب محبتك وأن نعمل بحسب كلمتك لكي تساعدنا على إعطاء السلام لقلوبنا وللعالم، فتهدأ العاصفة ونصل إلى الشاطئ المقابل. نسألك يا رب. يا رب ارحم. معك يا مريم نرفع الصلاة إلى الله الآب. أقم لنا يا رب حكاما صالحين في كل البلاد يقود شعبك نحو بر الأمان والسلام ويعمل على بسط روح المساواة والتضامن الأخوي. نسألك يا رب. يا رب ارحم. معك يا مريم نرفع الصلاة إلى الله الآب. أبعد عنا السادة والمتسلطين روح القساوة والسيطرة، وحاولها إلى روح الرحمة والاحترام، وضع في قلوب الخدام والمأمورين روح الخدمة الفعالة لكي يكون الجميع على قدر المساواة. نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي إليك يا أبانا مع قداسة البابا فرانسيس على نية الكنيسة في الصين لكي تواظب على الإخلاص للإنجيل وتنمو في الوحدة. نسألك يا رب. يا رب ارحم. نذكر قدامك يا رب على مذبحك كل يلي غادرونا إلى الشاطئ الآخر، كل الموتى يلي انتقلوا خصوصا بهالفترة. بنعمة ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح بواسطته أعطنا المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. ارح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. آمنا وتقدمنا نختم ونكسر هذا كل خبز السماوي جسدك ونرسم كأس الآن تعال امنأني الآن تعال إلي بروحك القدوس أسجد أمام عرشك ارفع تسبيحا لاسمك كنسمة تلفني
الجود. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب بصلاتك بخورا نقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الآب السماوي، أفض علينا روحك القدوس لكي نصلي بقلب واحد قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى اجعل يا رب كل ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك، لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحمد. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لنا لمغفرة الحياة الجديدة. آمين. لن تغلق الأبواب، لن تقفل السماء، فبيننا رجاء ولقاء. لن ينتهي العزاء أو يسكت الغناء، فبيننا رجاء وبقاء. وإذ أتى موكب العريس وقال: هيا أنت لي وأنا لك. وإذ مضى ها نمضي إليه، يكفينا حبه، يكفينا الصوت، فهو الحياة وهو لنا. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف، والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. لن نترك العريس، لن نرفض الصليب، فبيننا حصاد ونصيب. لن ي
يخفو النشيد لله للقريب، فهذا عهدنا للحبيب. وإذ أعطى موكب العريس وقال هيا أنت لي وأنا لك، وإذ مضى ها نمضي إليه يكفينا حبه يكفينا صوته فهو الحياة وهو لنا. نشكرك يا بين السماوي على كل ما فعلت وتفعل من أجلنا بالتاريخ. نشكرك على الحياة الإنسانية. نشكرك لأنك دعوتنا حتى نكون ولادك. نشكرك على الطبيعة وعلى كل المواهب وعلى الإيمان وعلى الحكمة وعلى الحرية. نشكرك على كل الأنبياء وكل القديسين بالعهد القديم يلي حضروا الطريق وكانوا أمينين لصورتك بحياتهم. نشكرك خصوصا على ابنك الوحيد يلي أرسلته حتى يرجع يردلنا البنوة الإلهية، حتى يردلنا كرامتنا المجروحة، حتى يزيل الخوف من قلبنا ويعيدنا أبناء لألك. نشكرك أيها الرب يسوع لأنك قبلت تطلع معنا بالسفينة، قبلت تاخد طبيعتنا الضعيفة تحمل خطايانا وموتنا، تحمل ضعفنا وتقلنا لا تخاف وأنا معكم، وعطيتنا بموتك وقيامتك حياة جديدة لن تنزع منا، حرية داخلية رح منصير فيها على صورتك أبناء للآب. نشكرك أيها الروح القدس، أنت يلي بتشركنا بمحبة الآب والابن، أنت يلي بتزيل منا الخوف والقلق، أنت يلي بتسهر على العالم والكنيسة وبتقدس الأسرار وبتعطينا نفهم كلمة المسيح المقدسة. أعطنا أيها الثالوث أن نسير في بحر هذا العالم بالرغم من كل شيء في أمان، لأنك أنت معنا في السفينة. أنت ستصلنا بالآب أرض الميعاد. نعم يا رب نتكل عليك. أعطنا النعمة يا مريم لكي على مثالك نطيع الابن ونلتزم في اتباعه وعيش المحبة والإصغاء لكلمته، فنصل إلى الآب ونمجده ونسبح الابن ونشكر الروح القدس الساكن فينا للثالوث الأقدس السجود والإكرام والتسبيح من الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. لنذهب بأمان يا إخوتي وأحبائي ونحمل كلام الرب نورا لدربنا ونشهد لمحبته وآلامه وموته وقيامته ونكون شهودا له في العالم. ولترافقكم بشفاعة العذراء مريم والقديسين بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. يسوع أنت عظيم، يسوع أنت عظيم، يسوع أنت عظيم يا رب. يسوع أنت عظيم، يسوع أنت عظيم، يسوع
قدوس مليكنا، أنت قدوس مليكنا، أنت يسوع مليكنا، أنت يسوع مليكنا، أنت يسوع مليكنا. You are holy, you are my king. You are holy, you are my king. You are holy, you are my king. Hallelujah. You are holy, you are my king. You are holy, you are my king. You are holy, you are my king. أعطينا السلام. Tu sei santo, tu sei. Sei santo, tu sei re, tu 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 sei santo, tu sei re. Atina sana, anta qudusun malikuna, anta qudusun malikuna. أنت قدوس مليكنا. هللويا. Tu es Jésus notre Seigneur. Tu es Jésus notre Seigneur. Tu es Jésus notre Seigneur. Tu es Jésus le roi des rois. Tu es Jésus le roi des rois. Tu es Jésus le roi des rois.